على الحياة فام. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالشأن الوطني، أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد بالجزائر العاصمة محادثة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونة، وحسب بلاغ إعلامي للرئاسة مثل اللقاء فرصة متجددة لاستعراض سير العلاقات النموذجية التي تجمع تونس بالجزائر، وللتأكيد على وحدة المصير وعلى العزم المشترك على مواصلة بذل الجهود الحثيثة وفق رؤى وتصورات جديدة من أجل مزيد الارتقاء بروابط الأخوة والتضامن والتكامل بين البلدين إلى أعلى المستويات لما فيه خير ومصلحة للشعبين الشقيقين. كما تم بالمناسبة استعراض جملة من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جدير بالذكر أن الرئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 4 و5 من شهر جويلية الجاري، تلبية لدعوة من نظيره الجزائري للمشاركة الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال بالجزائر. في المقابل، استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يتقدمهم رئيس الاتحاد نور الدين بن عياد بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية قطاع الفلاحة في ضمان الأمن الغذائي للتونسيين وضرورة إلى هذا القطاع الحيوي الأهمية اللازمة مع الحرص على تذليل كل الصعوبات أمام الفلاحين خاصة في ظل هذا الظرف العالمي الصعب. وشددت رئيسة الحكومة على حرصها على إيجاد حلول لأبرز المشاكل التي تعرفها منظومات الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتحسين مردودية القطاع وتفعيل دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني. ومن جهته، يعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان مثمرا ومثل مصافحة أولية مع تغير رئاسة المنظمة وضرورة ترميم البيت الداخلي للاتحاد حسب قوله. ختاما، وفي أخبار العالم، أجرى رئيس لجنة الفيروسات التاجية في مجلة لانيست العلمية بروفيسور تحقيقا على مدار سنتين حول منشأ فيروس كورونا، وعرب عن اقتناعه التام بأن جائحة فيروس كورونا كانت نتيجة لتسرب من مختبر بيولوجي أمريكي حسب تقارير إعلامية منها ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. نهاية الموجز الأخباري، قدمته لكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. موجز الأخبار على الحياة فام.